Charles-Aziz. Nous avons oublié de voir qu'il soit un bon meilleur sur la piste. On a ce produit qui m'a montré d'or. موقع بورصه السلع ده احدث منتج لينا في الشركه. ده عباره عن انتر اكتف كوميونتي مجمع كل الناس الشغاله في المجال بحيث انه يقدر يتابع ويوصل للداتا اللي بيحتاجها بصوره بسيطه وسهله ومجانيه. يقدر يسجل بياناته بشكل طبيعي ويتابع البيانات على الموقع. بيكون فيه كل القطاعات اللي شغاله في المجال من قنوات اعمال للطباخ شركات دواجن شركات انتاج حيواني. يقدر يشوف كل الاحار اللي هو بيحتاجها ويكتب المنتج من خلال الموقع. التسجيل كمان بيكون مجاني؟ التسجيل مجاني. يعني اي شركه تقدر ان هي تسجل على طول بيانات دلوقتي؟ سواء شركه او متابع يقدر يسجل بيانات. بس ما يقدرش يحط اسعار الا بالاشتراك مع شركه خمسين. تمام. ويقدر من خلال الموقع ان هو يقدر يعرض منتجاته ويقدر يعمل اوردرات للبيع بتاعته. يعني نقدر نقول ان هو ترويج للسلع الزراعيه؟ هو زي التسويق الالكتروني احنا بنقدر نعمل انتشار للشركات بشكل كبير جدا من خلال السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي. شكرا يا فندم. شكرا.